قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: فالحاصل أن الدور ثلاثة. هذا ما قرأنا صح؟ فالحاصل أن الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، والأبدان تبع لها. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه. وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. الآن القبور يعني إذا حفرت وكشفت عن أصحابها، هل نرى النعيم إذا كان صاحبه من أهل النعيم، أو هل نرى العذاب إذا كان صاحبه من أهل العذاب؟ لا، هذا من علم الغيب. لكن عرفنا أن الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. فدار البرزخ العذاب، يعني لمن كان كافرا أو عاصيا، يكون على الروح والبدن تبع. فالأصل الذي ينعم ويعذب هو الروح، والبدن تبع، كما مر معنا التمثيل بالرؤى التي يراها النائم في حال نومه. قال: ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة. لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره. ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب. ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم:
لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت. سبحان الله. إذن العذاب والنعيم الذي في القبر ليس من جنس العذاب والنعيم الذي في الدنيا. الله جل وعلا قد يحمي الحجارة التي وضعت عليه وهكذا التراب وتصير في غاية من الحرارة ونحن لا نشعر بذلك، ولو لمسنا ذلك ما وجدنا ذلك. نعم، عندنا ميت يدفن هنا وآخر بجانبه، هذا ينعم وهذا يعذب، فهل يصل إلى المنعم من عذاب المعذب أو إلى المعذب من نعيم المنعم؟ لا، لا يصل إليه ذلك. نعم، مد البصر مع أنه يعني بجانبه قبور محيطة من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كيف هذه من أمور الغيب؟ لا نعلمها، لا نعلمها. فالله جل وعلا على كل شيء قدير، وقدرته أوسع من ما نتخيل، لكن كما قال النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. انظروا إلى تعامل الناس مع المصنوعات التي هي من تعليم الله للخلق. يعني هذه السيارة أول ما خرجت نستعجب، يقولون هذه من الجن. نعم، كيف؟ وهكذا الساعة، ساعة عقربية، نعم، إذا مشت الناس يتعجبون من كيف تمشي. نعم، وهذه تمشي بقوانين وصناعات ومعادلات وما أشبه ذلك. وهكذا يعني لما خرجت الإذاعات الجن يتكلمون، فالإنسان ما يعني عقله صغير، عقله وتفكيره، فمن سلم سلم ومن آمن ارتاح، والعكس بالعكس. طيب، أيضا هنا عندنا عالم البرزخ من عالم الغيب. ولو أن العذاب ظهر للناس ما سيدفن الناس، ما سيدفنون، يبقون على ظهرها جيف السباع والعوادي تأكلهم، لكن هذا من علم الغيب. والبهائم تسمع العذاب، إذن الذي ينكر عذاب القبر البهائم تسمعه، وربما نفرت كما حصل لبغلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وللناس في سؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال: الثالث التوقف، منهم من قال هو خاص سؤال لهذه الأمة، أما الأمم السابقة فلا تسأل في قبورها، ومنهم من قال لا، هو عام لهذه الأمة وللأمم السالفة، ومنهم من قال الله أعلم، أنا أتوقف ولا أعرف ذلك. لكن الصحيح، نعم، أن هذا الأمر علم في الشرائع، كما قالت المرأة اليهودية لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. يهودية وعلم ذلك في شريعتهم. قال رحمه الله تعالى: وهو قول جماعة
منهم أبو عمر ابن عبد البر، فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، منهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك، وهذا أمر لا يخطأ عليه ويظهر عدم الاختصاص، والله أعلم. هذا هو الصحيح: أعاذك الله من عذاب القبر. وفي قول الله في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ولا يعني نزلت في آل فرعون وليس من هذه الأمة. الصحيح أن عذاب القبر يشمل جميع الأمم، جميع الأمم والملل والنحل، وما من أحد إلا وسيفتن في قبره. قال: وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، الأطفال هل يفتنون في قبورهم ويسألون أم لا؟ قال: وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ نعم. طيب، هنا قال: وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا، يعني يظهر أن الخلاف في سؤال الأطفال كالخلاف في سائر الأمم غير هذه الأمة، يفتنون لا يفتنون، نتوقف، الله أعلم. لكن الأطفال يعني ليسوا بمكلفين، فما هي الفائدة من سؤالهم؟ ما هي الفائدة من سؤالهم؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الأطفال أنهم بحضرة إبراهيم الخليل عليه السلام، وهم من عصافير الجنة، الله أعلم أنهم لا يفتنون. المسألة من مسائل الخلاف. أين حاشد؟ قال رحمه الله: وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منه ما هو دائم كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الإمام أحمد في بعض طرقه، حديث البراء في صحيح المسند للعلامة الوادعي طيب الله ثراه. قال: والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في الممحصات العشر. نعم، عشرة وكلاهما جائز. طيب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن الصغير وعن الطفل إذا مات هل يمتحن؟ فأجاب، قال: الوقوف فيهم، هنا يظهر أن الكلام فيه سقط، وأن يقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ولبسطه موضع آخر: وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره ويسأله منكر ونكير؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أحدهما أنه لا يمتحن، وأن المحنة إنما تكون على من كلف في الدنيا، قاله طائفة
منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل، والثاني أنهم يمتحنون ذكره أبو حكيم الهمداني وأبو الحسن بن عبدوس، ونقله عن أصحاب الشافعي. وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنون، من قال إنه يمتحن في القبر لقن، ومن قال لا يمتحن لم يلقن. وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على طفل قال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة وإنهم مكلفون يوم القيامة كما هو قول أكثر أهل العلم. وأهل السنة ونعم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد، يعني أنهم يمتحنون ويسألون، لكن الكلام فيه سقط. وابن القيم في الروح يعني ذكر قال اختلف الناس في ذلك على قولين هما وجهان لأصحاب أحمد. إلى هنا، سبحانك اللهم.